نطلع نقلا عن قناه النادي الاهلي نشوف محمد يوسف اليه في تدريب الاهلي الاخير مساء الخميس، ونشوف يعني يوسف ماذا قال وهل صرح بكواليس واسرار لقناه النادي الاهلي حول هذه المباراه ولا لا. نشاهد ماذا قال محمد يوسف مدير الكره او القائم باعمال مدير الكره بالنادي الاهلي ومدرب الفريق. الحمد لله احنا الاجواء عندنا مثاليه الحمد لله، ويمكن بعد ما يكتب ان في مصابين او حاجه لا الحمد لله، يمكن هشام بس هو اللي هيبقى مش هيلحق يعني، ولكن ان شاء الله في المباراه اللي هناك العوده يبقى موجود، انما بقيه الفريق كله الحمد لله على كامل استعداد. عايز اقول ان احنا زي ما انت قلت احنا عندنا 180 دقيقه 90 دقيقه في ملعبنا في وسط جمهورنا، ان شاء الله نستثمرهم ونستغلهم بشكل امثل. لاعبتنا على المسؤوليه وعلى قدر كبير جدا من يعني عايز اقول لك الحماس والروح، وعندهم اصرار ان شاء الله ان هم يحققوا نتيجه كويسه في المباراه الاولى. لكن انا برضو باكد تاني وبوعد تاني الجماهير، المباراه 180 دقيقه 90 دقيقه في ملعبك مهمين جدا ان انت ما تتلقاش اهداف، مهم جدا ان انت تبقى مأمن قوي تقدر تجيب ان شاء الله في اي وقت، لكن ما يجيش فينا حاجه. ان شاء الله المباراة العوده هيبقى ليها سيناريو تاني مختلف طبقا للنتيجه بتاعت المباراه الاولى، اكيد هتلقي بالتاثير بتاعها على الاثنين مدربين اذا كان مستر باتريس كاترون او مدرب الترجي في كيفيه التفكير في المباراه الاخرى يعني او المباراه الثانيه. يمكن مسانده الكابتن محمود الخطيب الدائمه والمعتاده مع فريق النادي الاهلي وكمان في المواقف الصعبه كابتن يوسف بتنعكس على ما اعتقد على اللعيبه وعليكم كجهاز فني، حضوره معاكم ازاي وهل كان في كلمات وجهها للاعبين او للجهاز الفني كابتن يوسف؟ والله انا بشكره لان طبعا كابتن الخطيب متحمل على نفسه، كلنا عارفين الالام بمر بيها الفتره الاخيره، وانما يعني عنده اصرار وتصميم على ان هو يتواجد مع الفريق، كمان بيدعم بشكل اي حاجه عايزينها او كده ما بيتاخرش على الفريق، وطبعا مجلس الاداره كله لجنه الكوره بالكامل كلها بتدعم الفريق ورا الفريق، ودي عاده الاهلي يعني، دي حاجه مش جديده، دي عاده الاهلي ودايما مسؤولين النادي الاهلي بيوفروا المناخ المناسب للفريق انه يادي. احنا مستنيين جمهورنا، دي نقطه كبيره جدا احب اوجهها من خلال قناه الاهلي، ان جمهور الاهلي بكره ان شاء الله يبقى مالي الاستاد، من اول مره من فتره طويله ان الجمهور يبقى بالعدد ده ان شاء الله، ودي ان شاء الله فيها الخير. ان انا بقول دايما جمهور النادي الاهلي هو العامل الاساسي في الفوز ببطولات النادي الاهلي من اول 1907 لغايه النهارده، فبنتمنى ان شاء الله ان احنا نفرحهم بكره ونروحهم منصورين ومبسوطين ان شاء الله. نقطه هامه جدا وهي تقنيه الفار يا كابتن يوسف، يمكن هتكون في مباراه الذهاب ومباراه الاياب ان شاء الله، بتشوف التقنيه دي ومدى اهميتها ومدى استفادتها معانا في المباراه ازاي؟ النهارده حصل اجتماع يعني جه احد الحكام القدامى في الاتحاد الافريقي وعمل لقاء مع لاعبين، اجتماع مع لاعبين شرح لهم، لان مش كل حاله هيتم اللجوء لتقنيه الفار، في حالات معينه شرحها اللعيبه. وفي النهايه عايز اقول لك على حاجه، احنا بنركز مع نفسنا بس، بنركز في ادائنا بس، ما بنركزش في الحكام، دي حاجه هتساعد الحكم انه يحاول يصل للمثاليه.